في البلدة القديمة قرب مبنى البلدية القديم، هذا المدخل المؤدي إلى البلدة القديمة، للحديث مع أصحاب المحال التجارية حول قرار قوات الاحتلال اليوم بإغلاق المحال التجارية منذ الساعة 12 ظهرا. لكن جنود الاحتلال لاحقونا واحتجزونا وقاموا بالتحقيق معنا وطلبوا منا أن لا نقوم بتصوير أي شيء يخص الاحتلال. نحن هنا في جانبنا مستوطنة بيت رومانو والتي كانت عبارة عن مدرسة أسامة بن المنقذ، وتم احتلالها وتحويلها إلى مستوطنة بحجة أننا قمنا بتصوير قرب هذه المستوطنة من المحال التجارية. قاموا بملاحقتنا ومن ثم ابتعدنا إلى هذا المكان وأيضا لاحقونا إلى هذا المكان. هذا ما يحدث مع الصحفيين، فما بالك بأصحاب المحال التجارية هنا أو حتى أبناء البلدة القديمة الذين يعيشون في ظل أوضاع صعبة من ناحية التنقل، من ناحية معيشية وأيضا من ناحية اقتصادية. معي في هذه التغطية بدر الداعور، وهو أحد أصحاب المحال التجارية، ليحدثنا أكثر عن هذا الواقع المرير بفعل الاحتلال في البلدة القديمة. أهلا ومرحبا بك. صباح الخير. أهلا وسهلا. يعني شاهدت كيف تعاملوا مع الصحافة، فكيف يتعاملون معكم أنتم الذين تتواجدون هنا على مدار الساعة؟ يعني للأسف الاحتلال ما بيتعلم من الوقائع الحاصلة، يعني عماله بيخلق بيئة طاردة لسكانها، ويعني هو بفكر انه في الاغلاقات والتضييق والحصار وطرد اصحاب المحلات والسكان والماره هو بيقدر ينتصر. لكن هذه يعني بلدنا، بلد سيدنا ابراهيم، ولا يمكن انه نحن نصاع لهذه الضغوط وهذا الاجرام بحق شعبنا. عماله يعني احنا حضر امبارح كميه يعني كبيره من الجيش، طلبوا منا الاغلاق اليوم يعني لساعات معينه، وهي بتكون ساعات مفتوحه لاسباب يعني امنيه، لتدريبات، لمناورات والقضايا من هالنوع. طبعا كل مره بحجه وكثير ايام حتى يعني بحضر لهذا المكان بيغلقوا المحلات بدون سابق انذار. يمكن المره هذه اعطونا انذار، لكن يعني ما في داعي يعني تحت اي ظرف انك تغلق محلاتك، تغلق هذا مدخل بلد القديمه. هذا المدخل هو في الداخل في عدد كبير من السكان والاهالي. انت لما تغلق انه يقدروا يروحوا على مستشفياتهم، على مدارسهم، على جامعاتهم، على 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 حياتهم اليوميه، انا بتصور هذا اجرام. ولا عماله يعني هم فكروا انه بالضغط ممكن يعني يوصل نتيجه، شافوا الضغط ايش بيسوي، يعني الضغط يولد انفجار. عمالهم بيخلقوا حالة إرباك، حالة يعني بالفعل طاردة للبيئة المحلية، طاردة لسكانها. كل هذه الأمور مش صح، يعني يعني تجعل أصحاب السكان يخرجوا من مساكنهم أو أصحاب المحلات. إحنا موجودين، رح ضل موجودين، رح ضل صامدين، قد يعني قد ما يستعملوا معنا الشدة والعنف والإجرام من العمالة بيستعملوا، رح نضل موجودين وصامدين في هذا المكان لآخر نفس. عادة ما يتم اختاركم بإغلاق المحال التجارية حسب التجارب السابقة عندما يريدون أن يمهدون لاقتحام المستوطنين، وحصلت أكثر من مرة. حدثنا إذن عن هذه المعاناة والاقتحامات المتواصلة للمستوطنين، وكيف يتم التعامل معكم؟ يعني بالفعل كثير ايام بحضر عدد من الجنود مسبقا بطلبوا منا اغلاق محلاتنا بسبب انه بده يمروا مستوطنين. يعني المستوطن اللي جاي من يعني من اخر الدنيا، من ايرلندا ولا من المانيا ولا من روسيا، هو له حق في هذا البلد، وانا صاحب البلد، انا صاحب المحل، صاحب الشارع، صاحب المدرسه، صاحب المكان، انا اغلق عشان بده يمر. انا بتصور هذه يعني بالفعل هذا اجرام، يعني هذه قمه العنصريه وقمه يعني الارهاب اللي عماله بمارسه علينا تحت اي ظرف. انا لانه بده يمر مستوطن جاي من اخر الدنيا، جاي بده يخرجني وجاي يطردني من منطقتي. انا بتصور يعني ما ضل مجال لكلام لا عن سلام ولا عن يعني حياه مشتركه ولا عن مساواه. يعني هالدوله بتدعي ديمقراطيه وحقوق الانسان، احنا عمالنا بنشوف مش هذه اباده، هذا اجرام. نعم، في الوضع الطبيعي كان الوضع هنا الاقتصادي يعني سيء للغاية بفعل إجراءات الاحتلال واعتداءات المستوطنين المتكررة، لكنه ازداد سوءا منذ بدء الحرب على غزة والعدوان. كيف تحولت الحياة هنا منذ بدء العدوان على قطاع غزة؟ نتكلم عن الحياة الاقتصادية في هذه المنطقة، هي يعني أصل البلدة، أصل مدينة الخليل اللي هي البلدة القديمة، لكن يعني بشكل تدريجي الاحتلال خلق منها مدينة أشباح. يعني بالفعل في كثير أيام بكون حتى المارة صعب بحكم المظاهر العسكرية اللي عماله شاهدتوها واللي عماله يعني أنا شاهدت كيف هم تعاملوا بالعنف معاكم وبإجرام معاكم. مجرد إنه حاملة مايك هو يعتبر كأنه حاملة قطعة سلاح. يعني إذا مع الصحافة بتعامل هيك كيف مع الناس العاديين؟ يعني عماله الوضع بتدهور من سوء إلى أسوأ.
هم بدهم يوصلوا مرحلة أنه ينهوا التواجد الفلسطيني والعربي في هذا المكان. وهذه المستوطنة بيت رومان التي لن نستطيع أن نصورها نظرا لتواجد وتمركز جنود الاحتلال عليها ومنعنا من تصويرها، هي بمحاذاتكم قريبة جدا، أمتار قليلة فقط تفصلكم. يعني كيف أثر وجودها عليكم وهي أساسا عبارة عن مدرسة فلسطينية تم احتلالها وتحويلها إلى مستوطنة؟ يعني بالفعل احنا ننظر لهذا الموضوع، يعني هذه مدرستي أنا درست فيها ورحمة الله درست فيها، هذه المدرسة بتعني شيء الكثير لنا. اليوم تحولت لثقنة عسكرية، تحولت لمستوطنة، تحول لكل ممارسات العنف من خلال هذه المدرسة هذه الثقنة العسكرية. احنا زي ما بنشاهد يعني يوميا بكون على الأبراج، هم بلاحقوا الناس بشكل أو بآخر، بيعطوا إشارات للجنود على المشاة، يعني بيسوي استوقاف لمعظم المارة، ازعاجات يومية من هذه المستوطنة. في كثير اوقات بكون في القاء حجارة من المستوطنين من هذا المكان، يعني هذه بتمثل لنا يعني قمة في الاجرام وقمة في يعني في طرد السكان. يعني يوميا بنشعر يعني انه وكأنه هذه هي مدعاة لوجه الاحتلال الحقيقي من هذه التجمع او السكن العسكرية او بما يسمى بيت رومانو. شكرا جزيلا لك بدر الداعور، أحد أصحاب المحلة التجارية هنا في البلدة القديمة. أذكر فقط بأن قوات الاحتلال كانت قد اقتحمت مناطق مختلفة من المحافظة خلال الليلة، وامتدت هذه الاقتحامات حتى ساعات صباح اليوم. أصيب مواطنين في مدينة حلحول شمال الخليل، وذلك خلال اعتداء جنود الاحتلال عليهم بالضرب المبرح بأعقاب البنادق، ما تسبب بإصابتهم بردود وكدمات في مناطق الرأس والبطن، إضافة إلى إصابة بالرصاص الحي في مدينة يطا، وإصابات عصابة عدد من المواطنين في بلدة بني نعيم. يعني وذلك خلال اقتحامات تواصلت حتى ساعات الصباح، حيث انتهت باعتقال 5 مواطنين من مناطق مختلفة سواء في مدينة الخليل أو بلدة الشيوخ شمال الخليل. ويعني ذلك تخلله مداهمة لمنازل المواطنين والعبث فيها خرابا.